كشف تقرير جديد أصدرته منظمة أوكسفام عن استخدام إسرائيل للماء كسلاح حرب بشكل منهجي ضد أهالي قطاع غزة في استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي. ويخلص التقرير المعنون بجرائم حرب الماء إلى أن قطع إسرائيل لإمدادات الماء الخارجية والتدمير المنهجي لمرافق المياه والعرقلة المتعمدة للمساعدات قد خفضت كمية الماء في قطاع غزة بنسبة 94%. كما خلص تقرير أوكسفام إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا أو دمرت 5 مواقع للماء والصرف الصحي التحتية كل 3 أيام منذ بداية الحرب، وأن تدمير البنية التحتية للماء والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطاع الغيار والوقود أدى إلى انخفاض إنتاج الماء بنسبة 84% في قطاع غزة.